تم رفض الأحزاب الوسيطة والأجسام الوسيطة ورفض الأحزاب السياسية وعمل الأحزاب السياسية يضايق فيها يحاول حلها يحاول تهميشها في كل الانتخابات. كيفاش تنظر لهذه السياسة المعتمدة اليوم من نظام الانقلاب؟ شوف هو راج معناها أمر ما عند التوانسة، وأنا نأكد لهم اللي هو موضوع غلط. الموضوع متاع عدم الاعتماد على الأحزاب السياسية أنا غلطين، أنا المواطنين ما يعرفوش غلطين. صحيح فما تجاوزات صارت والامور مشاش بكده، وهذا طبيعي. معناها كل ثوره في العالم في تاريخ البشريه الا وانقلبت عليها معناها شق من المجتمع، يعني معناها يعطلها. وانت تفكر العباسي العباسي شنو التشريع اللي قالوا التصريح اللي قالوا اللي قال احنا ما خليناش نخدموا لحظه واحده يرتاحوا، هذا مش هو بركه. العديد من معناها من تركيبات المجتمع اللي كانت قديمه كانت تستفيد من قبل. على فكره اول معناها النقابه اتحاد شغل، هو مش اتحاد شغل، هو حزب يساري، هو اكبر حزب يساري في تونس. هو حزب يساري ما يخف ثوب نتاع نقابة. نقابه بصراحه فهمت كيف من الاول، معناها من الاول حتى المؤسسين الاولانيين كانت عينهم على السلطه من حبيب عاشور وانت جاي، معناها كان هو مشروع باش معناها تكون انت تطمح للسلطه، معناها مش مشكل تحب تسير معناها طبيعي. لكن العديد من المناسبات تلقى الناس هذوما معناها اوفرتمون ينساو رواحهم اللي هما نقابات، يدخلوا في الشأن السياسي معناها بطريقه مباشره. وحتى نحكي لك حتى من وقت بورقيبه ونقبل عليه، وما بالكش خذات اللي رولي عليهم الجمعيات الحقوقيه، فهمتني؟ وانا نفكر حتى المصف مرزوق نسلموا عليه كان في مؤسسه حقوقيه، ولكن كانت عينه على السلطه. دونك في تونس في وقت من الاوقات كانت معناها النقابات، ثم تعدت الموضوع هذا تعدى معناها المؤسسات معناها المنظمات الحقوقيه. ترى أن الأحزاب السياسية ضرورة للعمل الديمقراطي للبناء الديمقراطي، وإلا زايد بالنسبة لنا نحن الأحزاب السياسية؟ نعطيك مثال كيسنجر معناها في مذكراته، معناها فما حاجات قالها مهمة. يقول معناها الانتخاب معناها جهة سياسية باش تتحكم في البلاد، قال ماهيش الأفضل معناها في التصورات نتاع البشر، لكن هذيك جعلت باش نتفاداو الديكتاتوريات. هكا قال، يقول اللي معناها التنظيمات والاحزاب والتيارات السياسيه اللي تصير بالانتخاب باش نتفاداو الديكتاتور. شوف معناها العمق نتاع التفكير. لكن يلزم المجتمع معناها يشارك ومعناها ويدخل في الفكره دي. في تونس وقت اللي صارت الثوره معناها ما دخلوش التوانسه بقدر كبير في التركيبات السياسيه، على اساس فما كان تخوف قبل، كان معناها كانت التجمع هذه موجودة، والتجمع سيتي ام تي بو احيانا مال فيو، على اساس انت في التجمع انت قفة وكذا. معناها في عش نتفكر في الف في معناها 2008 العدد نتاع التوانسة اللي هما مشاركين في التجمع هذا حسب التصريحات نتاعهم مليون، قرب لا مليون و200، معناها مليون و200، فماش حتى شكون يقول مليون و200، مليون و180 نقول. هنا هذا يخليك فما عندك انتشار في الجهات وانتشار في المؤسسات بتاع الدولة وفي الوزارات وفي كذا. كيف تبدأ فما مشكل طالع في سرقة صارت، فما تجاوز، فما منافويت، يهدوك مجيبوا لك المعلومة، تطلع المعلومة معناها من القواعد السياسية حتى للقواعد السياسية العليا باش رأس السلطة ياخذ القرار. اليوم انت عندك على سبيل المثال قيس سعيد معناها من الديبي متاعه كيف بدأت معناها تجاوزات تاع بعض، وانا نفكرك في الوالي متاع صفاقس اللي طلع عنده قضية، ولا ما قعد مدة طويلة ما عينش السفراء، ما عينش ولات، ما عينش الواه، لأنه ما يعرفش العباد. يفهم برشا ناس بيت شبك ما عينش هو منا يلقى روحه في موقف ما عينش اللي جي، ويقول لك أنا ما نعينش واحد يطلع لي كذا نولي نتحمله أنا. كما معناها القضية اللي خرجت على رئيس الحكومة الفخفاخ، بدا فما ناس ولا معناها والي بن عروس اللي فما مشكلة خرج عليه وكذا، يقول لك انا نعين عباد ما تكش معناها نتحملهم انا. هو صحيح هو اللي يعينه واش يتحمل معناها بطريقه غير مباشره باش يتحمل. دونك تلز قعد برشا مده طويله معناها اماكن شاغله. شو الحل هنا؟ الحل هو انه كانوا فما تركيبات سياسيه في العالم اجمع. تو تتصور الولايات المتحده الامريكيه ناجحه 200 سنه وهي تشتغل بالاحزاب، لكن مش احزاب معناها هكا، ديما فما زوج احزاب كبار، فما احزاب صغار لوط يعاونوا معناها يدخلوا في التركيبه معناها يعملوا تكتلات. لكن فما ديما في البلدان المهمه فما ديما زوز احزاب كبار على غرار اللي صار في الولايات المتحده الامريكيه بين ديمقراطيين وبين جمهوريين، ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا غيرها. الديمقراطيين قداش فما مشتركين في الحزب؟ اكثر من 42 مليون.
42 مليون. دونك هذا فما لازم نستفهم فما ضروره للعمل السياسي من القواعد من الانتماء الى حزب معين هو تشوف فيه الافكار بتاعك وانت بيد تحاول باش تصلحه تحاول باش تبدله من داخل فهمتني. برشا حديث انت شفت انت توا اللي صار في الولايات المتحده الامريكيه. السلطه السلطه السياسيه ماخذه قرار تحارب في غزه ضد الفلسطينيين دفعوها الديمقراطيين والقواعد نتاعها والمواطنين باش تراجع واليوم تراجع الرئيس تراجع وفما تو صراع ما بين معناها الرئيس الحكومه الاسرائيلي والرئيس الامريكي صراع وقف السلاح معناها باش نستعمل وقف الحرب لا معناها دعم السلاح بس ولا فما توترات فما كلام معناها قاعد خارج معناها فما سبان وكذا انا هذا شنو هذا من جراء دعم والدفع السياسي من قواعد نتاع الحزب.